اسمي زيد السهلي، تخرجت من جامعة الملك سعود تخصص هندسة بترول غاز طبيعي، طبعا بكالوريوس. استلمنا الشهادة، بدأت الفرحة تنزل تنزل تنزل. بعد شهر خلاص بديت تحس انك nothing، يعني لازم يا تكون حصلت وظيفة او انك تكون نايم في البيت 24 ساعة. جت أزمة النفط وهبوط أسعار النفط وكذا، تفاجأت إنه في بعض الشركات لما أروح أقدم له يقول إحنا أصلاً قاعدين نستغني عن موظفين. بصراحة يعني بجاحة، أنت جاي تطلب وظيفة، يعني المفروض إنك خلاص تستحي على دمك وتمشي أصلاً. قدمت تقريبا على اكثر من 70 80 شركه ويب سايت، هذه في البدايه 150 200 تقريبا في الرينج هذا، 200 ايميل موجود فيه السي في وكل بياناتي وكل مؤهلاتي، ولا جاني اي رد. هنا انا حاط عندي في الخريطه الشركات معطيها الستار هذا، قلت انا اكسر المود، ليش ما أداهم الشركات بنفسي؟ أنا أدخل لهم وأقول لهم أنا موجود، هذا السي في حقي، هذه مؤهلاتي، هذه خبراتي، وظفوني. الشركة هذه شركة بترولية صح؟ في المكتب HR هنا، موارد بشرية. طموحي صراحة الرئيسي أني أحصل وظيفة، لكن طموحي اللي أكبر من الطموح الرئيسي أني أوصل للموارد البشرية في شركة من الشركات. أنا ما قادر أقابلهم أصلاً، أنا أقابلهم عند السيكوريتي. طيب HR is here or where? تحس انه في قصورهم العالية لازم تطلع لهم تتسلق لهم كذا. كنت اتردد بين الرياض والشرقية، كل ما جاء معرض توظيف والحاجات هذه في النهاية ما في وظائف، حتى لما تحضر له تسأله يقول لك ما في شواغر الآن، لدرجة انه في واحد من الطلاب وصل على التواصل الاجتماعي مقطع وهو يحرق شهادة بكالوريوس طب أسنان، والسبب إنه ما كان له وظيفة. وحنثرها للريح. بالنسبة لي أنا لي تقريباً الآن تقريباً سنة وشهرين هذه في العطالة، يعني خبرة حلوة. كل ما تجوع أكل خيار. والله بالنسبة لي أنا لو بتسأليني على بكرة أقول لك ما مستعد لأني مو لاقي وظيفة أصلاً، مو لاقي شيء أضمن وأقول والله أنا عندي مستقبل عندي كذا. أنا المصيبة إنه ما في مستقبل أصلاً.